الراديو 90-90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمع الكريم، اعلم أن للفن بكل أشكاله رسالة عظيمة في رفع وعي الإنسان وثقافته وحسه ورقيه. الفنون ترقى بها الشعوب وتدفع بها إلى ركب الحضارة، بل إن الفنون الراقية هي عنوان التقدم والرقي والحضارة في كل أمة. ورسالة الفن رسالة سامية لها أثر بالغ في صناعة الأمم وتربية الأجيال وتبصير الناس وتوجيههم نحو الغايات الحميدة السامية. والقول بأن الفن حتى يكون فنا فلا بد له من مشاهد خارجة وعبارات نابية قول لا يوافق عليه عاقل من أهل الفن ولا من غيرهم. ونحن الآن نعاني معاناة كبيرة من مشكلة لا بد أن يدركها القائمون على تلك الصناعة، وهي أن المراهقين والمراهقات والأطفال يقومون بتقليد ما تراه أعينهم من مشاهد عنف أو غير ذلك، حبا وتأثرا بالممثل الذي يقوم بأداء هذا الدور. وبعض مدعي الفن أصبح يصدر لشبابنا هذه المشاهد دون ما اكتراث أو مسؤولية لما يقع عليهم وعلى سلوكهم من انحراف. والفن يعرض من الواقع بالقدر الذي يساعده على معالجة السلبيات، لا أن يعرض الواقع لكي يضخم من مشاهد العنف التي تهدم ولا تبني. ولا شك أن المشكلة تزداد وتتفاقم أكثر في رمضان، حيث تتسارع الأبصار لملاحقة هذا الكم الكبير من المسلسلات والأفلام والبرامج التي تقدم بغرض التسلية في هذا الشهر الفضيل، والذي هو شهر العبادة وشهر الطاعة. فهل راعى منتج وممثل ومؤلف هذه الأعمال ما يتناسب مع جلال وجمال وروحانية وقداسة ومهابة هذا الشهر الكريم؟ إن لدينا الكثير من غير مشاهد العنف والإثارة ما نقدمه ونفخر به ويعمل على دعم الوطن وتقدمه، بل ويؤثر في المجتمع تأثيرا إيجابيا صالحا لا تأثيرا سلبيا غير صالح، ويدفع بعجلة الإنتاج والحضارة ويعيد صياغة الإنسان المصري ويفجر طاقاته الهائلة الجبارة التي تصنع المعجزات في أقل وقت وبأقل التكاليف. وقد قدمت أعمال جليلة عظيمة حول القادة الكبار والصالحين والأنبياء والمرسلين وسيرة الثقافة والإنسانية كلها. كانت هذه الأعمال سببا في زرع الأخلاق الحميدة والصفات الإيجابية والتي كانت سببا في نهضة مصر وتقدمها. على أهل صناعة الفن في بلدنا أن يلحقوا بالركب ويساهموا في بناء الأمة بإحياء القيم ومكارم الأخلاق وإصلاح الواقع، لا بالتركيز على السلبيات التي تكون موجودة في كل زمان ومكان. واعلموا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا جميعا أمام المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن رعيته، فلنتق الله فيما نقدم للناس. اللهم في شهرنا هذا اقبل عذرنا وارحمنا، يا من بدأ خلقنا وتربيتنا، يا رب العالمين هبنا لابتداء كرمك وسالف برك بنا. إلهنا وربنا، من لنا غيرك نسأله كشف الضر، أتيناك بعد تقصير وإسراف معتذرين نادمين منكسرين، لا نجد مفرا مما كان منا ولا مفزعا نتوجه إليه غير قبولك أعذارنا
وإدخالك إيانا في سعة رحمتك.